الجاري بحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها، حيث ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات ونحرها قاصدا إزهاق روحها. وقال إن قرار الإحالة ده جه بعد 48 ساعة من وقوع الحادث وتم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة.